الرحمن الرحيم. في إطار التصدي لهذا الوباء وباء كورونا فيروس، كتعمل مقاطعة سيدي بليوط على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية من أجل الحد من انتشار ديال هذا الوباء في صفوف الموظفين، في صفوف المواطنين اللي كيرتادوا مقاطعة سيدي بليوط على المصالح ديالها. وطبيعة الحال هذا كان بالتنسيق مع عمالة الدار البيضاء مقاطعة أنفا اللي يعني سهرات على واحد اجتمعت فيه مصالح كثيرة، رؤساء المقاطعات، لونسا، حفظ الصحة ديال المقاطعات بثلاثة، وخرجنا بواحد المجموعة من التدابير اللي يمكننا نبشروها من أجل الوقوف والتصدي لانتشار هذا الفيروس في كيف قلنا في صفوف المواطنين، وبطبيعة الحال أيضا في صفوف الموظفين. اليوم انطلقت العملية ديال تقييم المقر الرئيسي ديال المقاطعة. يعني عندنا 11 طابق وكل الحمد لله يعني خضعت لهذا التقييم في المكاتب في جميع الأماكن يمكن المواطنين يلمسهم. وهذا بطبيعة الحال من النصائح اللي كتنص عليها وزارة الصحة باش أن المواطن كل ما لمس واحد المكان من الأماكن اللي كيرتادوها يعني إلا وخصو تكون معقمة. طبعا من الأمور الحيوية أيضا اللي كتخضعات لهذا التعقيم هي سيارات الإسعاف اللي كتنقل يعني الموتى، وهنا بطبيعة الحال لابد من السهر على تعقيمها بواحد الطريقة يعني كبيرة، لأن كنعرفوا شكون اللي كيركب هاد السيارات. وبالتالي الحمد لله يعني المصلحة راه قايمة بهذا الواجب. أيضا عندنا حفظ الصحة اللي كيتابع واحد المجموعة من المصالح اللي تابعة لمقاطعة سيدي بليوط، من ضمنها أولا الأسواق والملحقات الإدارية، يعني اللي كتعرف واحد الإقبال كبير ديال المواطنين، وهذا بطبيعة الحال غادي يساهم يعني في التقليل من انتشار هذا الوباء. ونسأل الله تعالى السلامة ويحفظنا يعني بلادنا ويحفظنا المؤمنين ديالنا وجلالة الملك من هذا الوباء اللعين، اللي نسأل الله سبحانه وتعالى باش يلطف بنا ويرعى هذه الأمة إلى حيث الأمان والسلامة. الميزانيه اللي تدخل في الجامعه يعني تكون على حد المشاريع اللي عندك، وهذه يعني وهذه من هذا الوباء جاء على هذاك، واش كاين شي دعم من الوزاره الوصيه ولا طبعا دابا باش نقولوا دعم الوزاره الوصيه لحد الان ما كاينش هذه المبادره، ولكن نحن كمقاطعه يعني في اطار التعامل مع مثل هذه الاشكاليات ومثل هذا راه وباء اللي كيعرض حياه المواطن للخطر، لا بد من التصرف والاجتهاد من اجل ايجاد كل الوسائل الضروريه للوقوف في وجه هذا الوباء هذا. عفوا مرحبا. Thank you.